موضوع النهارده منتشر، كابتن سيف زاهر اعلامي كبير ومحترم واخلاق ومؤدب وشيك وعمره ما بيخش في ازمات او مشاكل او حكايات او روايات. النهارده له فيديو بيتم تداوله على السوشيال ميديا في الاذاعه بيقول ان حسام عاشور بيخسر تاريخه بسبب الجنين بعد مداخلته امبارح مع كابتن احمد حسام مير. وانا مش هختلف مع كابتن سيف زاهر، بس عاوز اقول له حاجه. غاب الانتماء للنادي واصبح الجنيه هو الاساس للكل. ما تحملش بس على عاشور، ما تحملش بس على عاشور. شوف يا زيد، هو عصام الحضري ساب الاهلي ليه وهرب ليه وصدر مشكله الاهلي قعدت 3 4 سنين ليه؟ عشان الجنيه. طب هو عبد الله السعيد راح مضى في الزمالك ليه؟ عشان الجنيه. طب هو احمد فتحي اللي لسه هيكمل الموسم مش من الاهلي ليه؟ عشان الجنيه. طب في الزمالك جمال حمزه اللي كان مع كابتن ميدو وعمل حلقه كويسه مش من الزمالك ليه وراح ماينز؟ عشان الجنيه. طب هو محمود متولي جه الاهلي ليه؟ عشان الجنيه. طب ممكن يمشي من الاهلي ليه؟ او هو او اي حد عشان الجنيه برضه. طب حسني عبد ربه لما كان جاي النادي الاهلي وتراجع في كلامه كان جاي عشان الجنيه، كان جاي عشان الجنيه. لما واحد يسيب الاهلي، طب لما اللي بيسيبوا الاهلي والزمالك دول بيسيبوهم ليه؟ ما عشان الجنيه. طارق حامد لما قعد يفاصل في عقده وفي اللي بياخده عشان الجنيه. فرجاني ساسي دلوقتي اللي ما بيجدد، اللي رافض يجدد، رافض يجدد عشان بيقول له خفض الفلوس اللي بتاخدها فرافض. ف اشرف بن شرقي لما قعد في دبي وقال لهم لا حطوا لي الفلوس الاول قبل ما اجي، هو اوناجم فلوس المتاخره، وقعد 48 ساعه هناك ما جاش على طول زي يوم الاحد اللي كانوا بيقولوا جه الاربع بعد ما البنوك فتحت والفلوس اتحولت. اللي يزعل يزعل، هقول لك كلمه الحق، واللي يزعل يزعل. بقول لك معلومه، اللي عاوز يزعل يزعل. طيب النهارده استياء ابو جبل ومحمود جنش من الفلوس اللي بياخدها عواد ومتوسطه في الخمس سنوات 16 مليون، واحد بياخد 2 واحد بياخد 6، واللي بياخد 6 ما خدش 50% لحد دلوقتي اللي هو ابو جبل، وهو الحارس الاساسي بتاعه، وهو محمد الشناوي افضل حراس في مصر. فاي حد، طب ولاد النادي الاهلي بيقعدوا يتفاوضوا على الفلوس يا بيه. وانت عاوز تقول لي ان بلاش يا سيدي، بلاش، هو محمد الشناوي مش ولاد النادي الاهلي؟ عاوز تقول لي ما طلبش تعديل عقده بعد العقد اللي اتعمل لوليد سليمان والعروض اللي حصلت لاحمد فتحي؟ الطلب. طب لما رجع من كاس العالم ما طلب برضه تعديل عقد. بنقول بقى كهربا، قال لا. ايه يا جماعه؟ كهربا كل فلوس دفعها واخدها من النادي الاهلي، حتى لو مش من الخزينه، الاداره بتجيبها من محبين للاهلي، مش هيجي الاهلي ويدفع. قلت بقى ان واحد بيسيب مليون ما عارف انه متعوضين له في عقده 3 4 سنين. فانا قصدي اقول مروان محسن لما كان رافض يجدد عشان الجنيه برضه، اي خلافات في التجديد عشان الجنيه. اللعيب ده شغلته، لكن النصيحة وانت بتحاول تاخد الجنيه ما تخسرش جمهورك اللي عملك ولا جمهورك اللي صنعك. طب وهو لو قرر الخسارة بتبقى الفلوس كتيرة ما يقدرش يقاومها، زي مين يا انجل ابو المعاذ؟ زي عبد الله السعيد، زي احمد فتحي. ووارد وانت ماشي في السكة بتلاقي الناس اللي بيتفاوضوا بيغلطوا، يعني برضه اللي بيتفاوض بيغلط، يعني ما يحسسش اللاعب بقيمته ولا باهميته ولا بمكانته، او يقول له هو كده وده النادي الاهلي وده عرضنا، زي ما حصل مع احمد فتحي وعبد الله السعيد وطلع بيان رسمي بهذا الامر. يا ابني ما قلنا خلاص موضوع ال 2 مليون دولار ده فنكوش، وفي حكم من المحكمه الرياضيه الدوليه والموضوع اتقفل. الموضوع اتقفل خلاص، ما فيش تعويض من عبد الله السعيد. طب حسين الشحات
عشان الاهلي يجيبه دفع فيه فلوس جامده. طب خطا بقى انه يعمل العمليه والاهلي رجع التدريبات، خطا اداري يجب محاسبه المسؤولين عليه ومحاسبه اللاعب عليه. ما انت برضه متاثر سلبي في الاهلي، وهو داخل على بطوله افريقيا وكهربا موقوف ورمضان صبحي ممكن ما يبقاش موجود، دربكه وقلبه. فهنا اللي قاله الاعلام الكبير سيف زاهر لا ينطبق على لاعب واحد فقط، ينطبق على 95% من لاعبي كره القدم بصفه عامه. وهو المفاجاه ان كان في لعيبه في زمن ما، زمن الكابتن حسن حامد، كانوا بيرفضوا عروض احتراف وكان يقوم بتعويضهم رجل الاعمال وعضو مجلس الاداره ياسين منصور. ما فيش حد كان بيرفض عرض احتراف بس ما كانش بيقول دي قبل دي امانه ربنا، ما كانش بيقول عوضوني عشان ما احترفش، لا كان بيرفض محبه في النادي والاهلي بيعوضه، والاهلي بيعوضه. فالفكره يا كابتن سيف ان ده بقى لغه العصر، لما نحب نحليها لاحمد فتحي نقول الفكر الاحتراف، نحب نشوهها لغيره هيسيب برضه النادي الاهلي او الزمالك نقول ده باع النادي. لا، موضوع حسام عاشور حاله مختلفه. انا بكلمك في مفاوضات التعاقد، مش بكلمك حاله حسام عاشور ده راجع اعتذر وقال له هنعمل لك ونسوي لك، وبعدين هم ماشيين في الاجراءات حصلت مشكله فكده.